بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الرابع من الدروس الفقهية الموجهة إليكم، والتي أي هذه الدروس من متن ابن عاشر، أي شرح متن ابن عاشر رحمه الله. ومعنا في هذه الحصة موضوع ماذا؟ فضائل الوضوء. فضائل الوضوء. وكالعادة نسرد جماعة الأبيات التي سبقت والتي سندرسها في هذه الحصة، ثم نشرع إن شاء الله في الوقوف مع هذه الفضائل. فيقول الناظم رحمه الله كتاب الطهارة: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما، إذا تغير بنفس طرحا أو طهر لعادة قد صلحا، إلا إذا لزمه في الغائب كمرات فمطلق كالدائب. فائض الوضوء سمت وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استماع لما من نوع عرض. غسل الوجه غسله اليدين، وغسل الراس غسله الرجلين، وذكر أما بجمع اليدين والأقربين أما والكفين. خلل أصابع اليدين وشعر وجه النداء من تحته الجلد ظهر، سننه سبع فداء غسل اليدين، وأرض مسح الرسم مسح الملايين. مغلط استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار. وأحد أشهر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيام الإناء والشفع والثلث في مغسولنا. سواك وندير غسل علام وحددا. إذن الناظم رحمه الله لما انتهى عن الحديث عن سنن الوضوء شرع الآن في بيان الفضائل، والفضائل هي المستحبات أي ما زاد عن السنة. فعندنا الفرض والسنة، وبينا في الدروس السابقة ما معنى الفرض وما معنى السنة، والفضيلة هي ما زاد عن ماذا؟ أيوة، والفضيلة هي الدرجة الرفيعة، والفضيلة هي ما يثاب، هي خصلة رفيعة يقوم بها الإنسان، هي ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. فهي تسمى المستحب ويسمى المندوب. وقد قلنا في الدرس السابق أن السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، بخلاف الفضيلة والمستحب والمندوب. فحين نقول يستحب فضده ماذا؟ ضده يكره. أي يستحب في حق المسلمين أن يفعل كذا وكذا، فيحصل على الأجر ويحصل على
الفضل في فعله هذا. إذن ففضائل الوضوء، ولذلك سنرى أن هناك من يعتبر ما يعتبره الناظم رحمه الله فضيلة أنه سنة، ثم الناظم رحمه الله بدأ في بيان هذه الفضائل بدأ في بتسمية، فقال تسمية، والتسمية هي أن يقول المتوضئ الوضوء فيقول بسم الله، فيقول بسم الله، أي عند بداية الوضوء يقول بسم الله، يسمي الله سبحانه وتعالى فيقول بسم الله. وهذه التسمية هي مشروعة لا خلاف بين العلماء في مشروعيتها، لكن اختلفوا في حكمها، اختلفوا في حكمها. فالناظم رحمه الله في المذهب المالكي أنه أن البسملة فضيلة أي مستحب مندوب، ودليلهم في ذلك دليل العلماء أي مشروعية التسمية هي في كل شيء تشرع البسملة في كل أمرين مهمين أمرين مشروعين، فيقول الإنسان بسم الله فيشرع التسمية عند كل وضوء في بداية كل وضوء فيقول الإنسان بسم الله. لذلك نرى التسمية والبسملة في أمور كثيرة. الثانية الفضيلة الثانية التوضؤ في موضع طاهر، ماذا قال النظم؟ تسمية وبقعة قد طهرت، أي المكان الذي يتوضأ فيه المتوضئ يستحب أن يكون طاهرا، والسبب في ذلك والعلة في ذلك وهو إذا كان نجسا، أي هذا المكان كان نجسا فإذا ما توضأ يتطاير أو تطاير إليه النجاسة، معنى تطاير النجاسة إلى الثوب أو على الثوب والبدن. وقد سبق أن ذكرنا أن من شروط ماذا؟ من شروط الطهارة، من شروط طهارة الثوب طهارة البدن طهارة المكان، أي حينما قسموا الطهارة قالوا حين قسمنا الطهارة فقلنا يعني طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان. فالمكان ينبغي أن يختاره المتوضئ أن يكون طاهر، وقيل اختيار المكان الطاهر سبب في ذلك لأن المكان ينبغي عند الوضوء، ورد في حديث عند غسل الوجه أو عند الانتهاء من الوضوء أن نذكر الله، فإذا كان المكان نجسا مثل الكنوف فلا يشرع ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هم منهي عنه أي عن ذلك. إذن التوضؤ في موضع طاهر وهو ما يعبر عنه بالبقعة الطاهرة النظم رحمه الله. الثالث من فضائل الوضوء تقليل الماء، وتقليل الماء لا حد لا حد له لاختلاف الأعضاء والناس، فالناس تختلف، بشرة الناس تختلف، أعضاء الناس تختلف من شخص إلى آخر، فلا نلزم أحدا أو لا نحبب أحدا أن يقلل من الماء وقد يحتاج إلى أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من مد صلى الله عليه وسلم، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل صلى الله عليه وسلم بالصاع، هذا تقليل الماء. ينبغي للمسلم يستحب للمسلم أن يقلل من الماء ولو كان على نهر جار، وهذا ديننا يعلمنا الاقتصاد في الأمور كلها، ولو كنت على نهر جار، إذا كان الإنسان على بحر أو على نهر يجري فماذا ينقص من هذا الماء؟ لا ينقص منه شيء، ومع ذلك يعلمنا الإسلام كيف نقتصد، كيف نقتصد أن لا نسرف، لأن الإسراف منهي عنه، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الله عز وجل قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
رابعا جعلوا الإناء عن اليمين، جعلوا الإناء عن اليمين. فالإنسان المتوضئ حين يتوضأ فيأتي بالإناء، وهذا يبين كذلك الاقتصاد في الماء. ولو كنت في بيتك في حمام وفيه الحنفية، حنفية فيه سقايا، فيفتح الإنسان ويتوضأ، فهذا إسراف، فهذا إسراف. فأن تفرغ الماء في الإناء، تصب الماء في الإناء ثم تتوضأ منه، فهذا الإناء إما أن يكون مفتوحا وإما أن يكون ضيقا. إذا كان مفتوحا كالتسطي والإناء المعروف عندنا، أن يوضع عن اليمين لأنه أمكن باستعمال الماء منه. أما إذا كان الإناء ضيقا كالإبريق، أن نجعله ماذا، على اليمين أو على اليسار؟ عن اليسار. لماذا؟ لأنه أمكن من صب الماء منه على اليمين، على اليمين. فهنا على حسب يعني الإناء الذي عندك، إن كان مفتوحا على اليمين وإن كان ضيقا عن اليسار، إذن جعلوا الإناء عن اليمين. خامسا من فضائل الوضوء الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والثالثة فضيلتان، يعني فضيلة، الغسلة الأولى فريضة والغسلة الثانية فضيلة والغسلة الثالثة فضيلة. وقيل الغسلة الثانية سنة، الغسلة الثالثة فضيلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه غسل يعني أعضاء وضوءه ثلاثا ثلاثا، وغسل مرة مرة، وغسل مرتين مرتين. إذن غسل مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا. إذن هذا صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا ما اكتفى المتوضئ بالغسلة الواحدة، هل وضوءه صحيح؟ نعم، إلا أنه أخل بماذا؟ ترك ماذا؟ ترك السنة ثم ترك الفضيلة، ترك الفضيلة. ولذلك الفقهاء قالوا لا ينبغي بل بعض قال لا يجوز للعامي أن يكتفي بالغسلة الواحدة، أما العالم فله ذلك، أما العالم فله ذلك. لكن المسلم، لكن الحق أن يأتي المسلم بالسنة والفضيلة، أو يأتي بالغسلة الثانية والثالثة. السادس أو الفضيلة السادسة، البداءة بالميامن قبل المياسر. البداءة بالميامن، أن نبدأ بغسل اليد اليمنى ثم اليسرى، الرجل اليمنى ثم اليسرى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم، إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه التيمن والتيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، يعني كله حينما ذكر كله مع شأنين فيفيد ماذا؟ يفيد التعميم، أي في الأمور كلها. إذن يستحب، أي من فضائل الوضوء، البداءة بالميامين قبل المياسير. سابعا السواك، السواك. والسواك كذلك ما فيه من فضائل وفوائد، ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم السواك
مرضاة للرب مطهرة للفم، سواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. والسواك مشروع أي فضيلة أي يستحب مندوب أن يأتي به المسلم المتوضئ أن يفعله، أن يفعله عند بداية الوضوء أو قبله أو بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. وفي رواية: عند كل صلاة. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا السواك لأجل التنظيف ولأجل التطهير. والفم هو طريق ماذا؟ طريق ذكر، طريق القرآن وطريق ذكر الله. فالمسلم ينبغي له أن يكون على طاهر، على طهارة دائما، وأن لا تنبعث منه الرائحة الكريهة. وأولئك الذين يدخنون ويتعاطون للتدخين، يعني ما أشنع روائحهم، والملائكة تتأذى مما يتأذى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: منه بنو آدم. ولذلك نهينا أن نأكل الثوم والبصالة باقتراب المسجد، أي أن لا نقرب المساجد ورائحة الثوم والبصالة في أفواهنا. لماذا؟ لأننا نؤذي أولا ماذا؟ نؤذي الناس، نؤذي المصلين الذين يصلون بجنبنا أو بجانبنا، وكذلك نؤذي الملائكة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن، أي من سنن أو من فضائل من مستحبات الوضوء ماذا؟ السنة الثامنة: ترتيب السنن فيما بينها. ترتيب السنن فيما بينها، أي حينما يغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، سنة ولا فرض؟ إدخال غسل اليدين قبل إدخالهما سنة. ثم يتبع ماذا؟ المضمضة. ثم ماذا؟ الاستنشاق. ثم ماذا؟ الاستنثار. إذن الترتيب بين السنن فيما بينها. فإذا استنشق الإنسان واستنثار ثم مضمضة فقد خالف ماذا؟ أي لم يأتي بالفضيلة، لم يأتي بالمستحب، لم يأتي بالمندوب. هذا ترتيب بين السنن في ما بينها. التاسع أو الفضيلة التاسعة: الترتيب أو ترتيب السنن مع الفرائض، مع الواجبات. إذن فحينما يغسل الإنسان يديه قبل إدخاله مثل الإناء، المضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستنثار، غسل الوجه ثم لا غسل اليدين المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ بما بدأ الله به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه ثم مضمضا ثم استنشقا ثم استنثارا ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. عاشرا: البدء في المسح بمقدم الرأس، في مقدم الرأس، ولا يعكس المتوضئ مسح رأسه. وهذا ينسحب كذلك على باقي الأعضاء، وكذلك في المسح، في المسح وفي الغسل. إذن هنا قال الناظم رحمه الله: بالمسح بمقدم الرأس. 11: تخليل أصابع الرجلين، تخليل أصابع الرجل، تخليل أصابع اليدين سبق وأن تحدثنا عنه، فرض. تخليل أصابع اليدين المشهور أن ذلك فرض، فرض. أما تخليل أصابع الرجلين فهو مستحب، فهو فضيلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل أصابع الرجلين كما في حديث شداد
بخنصره صلى الله عليه وسلم. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه غسل أصابع الرجلين خلالا من أصابع الرجلين. إذن فضيلة ومستحب. إذن هذه هي الفضائل أو المستحبات أو المندوبات أي مندوبات الوضوء، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن يأتي بها كاملة تامة بعددها حتى يحصل على الأجر الكامل التام. ووفقنا الله جميعا. نسرد هذه الأبيات التي وقفنا معها ثم نختم إن شاء الله. يقول ناظم رحمه الله: 11 الفضائل أتت تسمية وبقعة قطارات تقليل ماء وتيامل إلى الشفوات لدبي مصرنا من الميام سوى كن ونودي إذن في الدرس المقبل نتم مع البيت الأخير الذي قرأتموه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.